إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله كل وصحبه كل أجمعين. أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإنها جالبة لكل خير ودافعة لكل شر. من أراد أن يتحصل على خيري الدنيا والآخرة فعليه بتقوى الله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قاعدة عظيمة يستقيم بها حال العبد ويصلح بها المجتمع. قال صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه قاعدة من قواعد الإسلام، بل إن لم تطبق لا يستقيم حال العبد ولا يصلح المجتمع. وبين الإمام أحمد في رواية رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب من الناس ما يحب لنفسه من الخير. فهذه الرواية أعم، لا بد على العبد المسلم المؤمن أن يروض هذه النفس، فلا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه. وإذا ارتقى حال العبد أكثر من ذلك فإنه يتمنى لأخيه المسلم أكثر مما يتمنى لنفسه، لأنه ينظر إلى نفسه بعين الاحتقار وعين الخطيئة، فيرى الناس على استقامة وعلى عبادة إلا هو. فإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة وصل إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر. أحد الصحابة قال: تحب الجنة؟ قال: نعم. قال: أحب للناس ما تحب لنفسك. وصل العبد إلى في هذه المرحلة إلى الجنة، لأنه إذا وصل إلى أنه أحب ما يحب لنفسه خلى هذا القلب من البغضاء، وخلى من الحسد، وخلى من النميمة. والحسد أن يتمنى العبد زوال النعمة من أخيه وأن يتحصل عليها هو. فكيف بمن يريد ما يحب لنفسه أن يحب لأخيه أن يتمنى أن تزول هذه النعمة؟ لا يصير أبدا. فانتفت عنه هذه الصفات فأصبح نقي القلب طاهرة مستقيمة. ولذلك ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عباس والله نسيت، رضي الله عنهما كان إذا قرأ آية قال: أحب أن يفهم الناس ما فهمت منها. يعني يتمنى أن جميع الناس فهموا من هذه الآية ما فهمه. طبقوا الصحابة هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا عظيما عن هذه الأمة
قال مثلا هما في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فإذا تمنى العبد زوال النعمة عن أخيه كأنما تمنى أن يزول عضو من أعضائه، لأنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة كالجسد الواحد. فإذا العبد اتصف بصفة الحسد واتصف بصفة الأنانية واتصف بصفة الكره والبغضاء كأنه يتمنى أن تزال يعني هذا الجسد، جسد هذا الحاسد كأنه يتمنى أن يزال عضوه، لأنه في الأمة الإسلامية لا يعيش المرء لنفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس جميعا دون استثناء أن يحب للمسلم أن يكون مؤمنا، وللمؤمن أن يصل إلى عين اليقين إلى حقيقة اليقين، وأن يتمنى للكافر أن يدخل الجنة، وأن يتمنى للعاصي أن يتوب، وأن يتمنى لآكل الحق أن يرد حق أخيه، لأنه حديث عام أن يتمنى للناس ما يتمنى لنفسه من الخير. وأعظم الخير خير الآخرة. إذا رأى من أخيه عيب أو يعني عيب في يعني في الاستقامة، شيء من النقص في الاستقامة، عليه أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بحب وأخلاق وشفقة وحزن، ما أن يأتي عليه متكبرا غليظ القلب، يا حبيبي أنا شفتك امبارع عم تعمل هيك هيك وعيب وما بعرف شو، ما بيصير، لأنه الإنسان خطاء، وأنت كالطبيب عليك أن تعالج برفق وبإحسان وبعطف. فربما يحتاج هذا المريض إلى أيام بل إلى شهور كالمرض الجسدي، ربما يذهب الرجل إلى الطبيب فيتعالج سنوات، صح ولا لا؟ والطبيب ما بيمل، بدل يعالجه بدل على الحكيم وعلى المستشفى وما بعرف شو. فعليك أن تكون رفيقا في جسدك، لأن أخيك هذا كجسدك. ولذلك قال الله عليه، قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا الحديث تفسير هذه الآية. لذلك النجاة لا تكون إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تتصف بصفات حسنة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عجيبا عجيبا، قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، يعني رجل مستقيم حق الإقامة ورجل واقع في المعاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني قوم ركبوا سفينة فأصاب بعض القوم على السفينة وبعض القوم أدنى السفينة. طبعا اللي أدنى السفينة يحتاجون إلى الماء، فقال أحدهم يعني نحن ليش للعهيطة اللي فعطون شربنا نخرق في هذه السفينة خرق ونحن بنشرح. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، يعني اللي فاق إذا تركوا يلا خرقوا ريحونا، كنت في بدنا نعطيك الماء، كنت في بدنا نأمرك بالمعروف، والله قد مللنا قد سئمنا، يلا اخرقوا هالسفينه وكل واحد بيشرب على كيفه ونحن نرتاح منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا تركوهم ما ارادوا هلكوا جميعا، هلك الصالح بعزاء الطالح. ماذا قال النبي؟ شو العلاج؟ وإذا أخذوا على أيديهم، يعني ما نقول لا نحن بنشرفكم وقت اللي بدكم متى أردتم، نحن ما خلقنا إلا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لا نسأم ولا نمل،
نحن نخاف عليكم من الملأ أن تملوا منا. فإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. صالح وطارق نجوا. ولذلك أيها الحبيب هذه قاعدة. يعني السلف قد ربما بعضهم خسر تطبيقا لهذه القاعدة. بعض السلف جاء إلى السوق فأراد أن يبيع حمار. فقال الشاري الذي يريد أن يشتري: أطلعه لنفسي؟ يعني تقبل أنت؟ قال: والله لو رضيته لنفسي ما بيعه. يعني لو رضيته ما بيعه. شوف الصدق الصراحة. يعني اليوم الغش والخداع والمكر ولا مهل. إذا في يتحصل على مال أخيه بالعنوي ما بيقصر. بيقول لك هذه شطارة. كيف يصلح مجتمع بهذه الطريقة؟ إذا نزل عقاب من الله كيف ننجو؟ يعني هذا الصورة كيف كيف أرد ننجو؟ ما حيبدأ بالتقييد قبل الشر. لأنه أقعد لك أنا ما أجي عنه. يلا يا أخي والله هذه الأمور يعني لا تستقيم. لازم بقى نغير من نفسنا يا أخي. شوفوا الواقع، شوفوا الحياة كيف عم تصير. والله يعني شيء يحزن القلب. لابد يعني أن نتصف بهذه الصفات. والله إن مرض القلوب أشد فكا من مرض السرطان. هذا الجسد أيوب عليه السلام يعني شل كما ذكر ابن كثير، قال: لا يتحرك إلا اللسان. يعني ما في شيء يتحرك، ولكن القلب سليم واللسان ذاكر وشاكر. فعوضه الله بأن رزقه أولاد، يعني مات 20 ولد، الله رزق 20 ولد، وعاد المال، وعادت الزوجة، وعادت الصحة. يا أخوان القلب لازم نطلع فيه شوية. مرض الرياء، مرض النفاق، مرض النظر إلى 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 مال الآخر. اليوم عنده بيت، لا لازم يكون عندي بيتين. عنده سيارة، لازم يكون عنده سيارتين. عنده ما بيطلع واحد عم يصلي، لا والله لازم يصلي مثل ركعتين. لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا ينفقه بالليل والنهار في سبيل الله، ورجل يقرأ القرآن أنا الليل وأطراف النهار. يعني بالله بالمرة يقرأ القرآن ما في حسد إلا في اثنتين. وما حسد يعني غبطة، يعني أن تتمنى أن تكون مثل هذا الرجل. وإذا تمنيت لك مثل أجل. أنت واحد عم ينفق آلاف، والله لو معي هالمال مثل هالمال مثل ما معه مال بدي أعمل مثله. إيه مثل أجل. ورجل يقرأ القرآن بالليل والنهار، والله بدي أحاول أقرأ القرآن لأعمل مثله. إيه أجل. ولذلك أمر النبي، أمر الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا بد من هذا التنافس. أما تنافس الحسد وتنافس البغضاء والنميمة والاعتداء على أراضي الآخرين وعلى إيذاء الجار وما إلى هنالك، هل تحب هذا لنفسك؟ هذه قاعدة لابد أن تطبق في كل خطوة، في كل مرحلة من حياتك. إذا أنت طبقت هذه القاعدة، والله يا أخي بتعيش عيش هنيء. لأنه أنت بمكان، ويمكن الناس كلها بمكان آخر، وقد تنجو. يعني إذا الله نزل عقاب الحرك يمكن الله يجيب الحرك، لأنه أنت عم تعمل اللي الله أمرك فيه. ولذلك أوصيكم ونفسي بهذه القاعدة، فهذه القاعدة عظيمة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا ذر: شوف أن تحب للناس ما تحب لنفسك. شو قال أبا ذر لما طلب أبا ذر يعني بعض الولاية؟ قال: يا أبا ذر ابتعد هنا، فأنت لست بأهل لها. قال: باعد، ما تستلم مال يتيم ولا قضاء ولا سياسة، فأنت لا تقدر على ذلك. هذا من النصح. ما أحب لهم ما يحب لنفسه
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تقرأ القرآن وأنت جنوب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وطبق هذا الحديث، ما حتى من خارج. والسلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تطبق ذلك. بتلاقي بيتنافسوا بيقتلوا بعضهم، مشان سموم مثلا. شغلات عجيبة غريبة. ألا تؤمن بأن الأرزاق بيد الله؟ ألا تؤمن بأن الله، يعني شوف العملية قضية إيمانية، ما أنا قضية إنه أنت شيء بسيط. لما النبي صلى الله عليه وسلم خبره يجمع أحدكم في بطن يومي 40 يوم نطفة و40 يوم بطة و40 يوم علقة، ثم ينفخ فيه الروح، ثم ينزل ملك ويؤمر هذا الملك بكتب أربع كلمات، بيكتب أربع شمال، متى يموت ورزقه وأجل وعمله شقي أو سعيد. يعني الأمور مقدرة، لكن خذ بالأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. ما أسباب المكر والخداع؟ لأن هذا الرزق الذي أنت تحصلت عليه كما قال بعض العلماء أخذته بالحرام، هو نفسه بتأكيده بالحلال، بس أنت مصرف. أنت مصرف. ولذلك هذا القلب كمان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني كان سفنجة حطها بالماء تشرب، فإذا أذنب العبد ذنبا نكت في هذا القلب نكتة سوداء نقطة. فإذا استغفر الله وتاب تروح للنقطة معصي بعد معصي حتى يصبح هذا القلب أسودا، يعني أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لأن هذا القلب وصل لمرحلة من المرض لا يمكن له علاج. مثل ما أنت بترشح بتجرب بتوجع إجراك بيوجع بطنك تركت على الحكي تاخذ موعد، لا تاخذ موعد بيكتب نص الليل وبترك النهار وتشوف مين طبيب، وإذا ما أنت قاعد بيت الطبيب بتقول على واحد تاني والتالت ورابع وخامس مش يمشوا لأنك يمكن ما خرجت وما بتخلي حكي. وهذا القلب شو يلا صلاة وعبادة اتركوا ما بيصير. كيف؟ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه الجنة أنها غالية، شيء غالي. شو سمنه؟ ألا إن سنة عبد الله غالية. إذا بدأت أول تخسر شيء بسبب صدقك، بسبب أنه أنا لن أخذ هذا الخداع، فربما تخسر شيء عظيم. لكن هذا الشيء عوضك الله سبحانه وتعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. لكن عليك بالصبر. يعني ألا إن سلعة الله غالية، بدك تدفع ثمنها، صلاة وصوم وعبادة وصدق ومراقبة وحسن معاملة وحسن جوار. ما في جنة بلاش يا أخوان، الله رحيم، هذا لا شك فيه، لكن شديد العقاب. وأنزل رسل وأنزل قرآن يتلى إلى قيام الساعة وأنزل النبي. طيب إذا ربك بس رحيم ليش نزل هالشيء كله؟ ما لا يبين لك من هالنعمين هيك وما تعملها، وهذا صح وهذا غلط. بس الله غفور الله رحيم وبأذي جوي، الله غفور الله رحيم وباكل ماله، الله غفور وبعد بيع عرضه وبعدين لابد من المصالحه مع النفس. هي اول شرط انك تعمل توقف انت ونفسك وتصالح نفسك وتصالح وتشوف شو مرضي. والله مرض العشب، انا الزلمه من عشبني حد بدك تعرف عن المرض هذا كبر. المتكبرون يحشرون كامثال الذر يوم القيامه، بدك تعالج حالك، بمشي الحال، انا ايدي طويله بدي اعالجها، انا حسود بدي يشيلها الحسد من قلبي. هذا المرض لا يبقي في القلب ايمان ولا يبقي
الحقيقة نعم. الإيمان كالثوب كما قال أبو هريرة، إذا وقع العبد في كبيرة نزع عنه هذا الثوب، وإذا اعتاد لبس. الإيمان بذات بدك تعرف حالك، بتشوف شو مالك، يعني الأمور لا تستقيم. ووضع الكتاب فذر المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. شوف ربك ووجدوا ما عملوا، يعني أنت عم تعمل، يعني عم يعني أنت عم تخطط للعمل، ما قال ووجدوا ما فعلوا، لأن الفعل لا يأتي إلا عن هفوة، يعني واخذ غلطة. أما العمل أنت عم تخطط وعم تفكر ولازم أنا أعمل هيك ولازم شوف إذا صور هيك بدي أعمل هيك، يعني أنت مصر على الفعل المشين، يعني شيء مو طبيعي. فكيف يغفر الله لك؟ كيف؟ وربما يكون هذا الفعل قتل، وربما يكون كفر، ما بيمشي الحال. فعلينا أن نتوب. أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يهدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا الإمام أحمد رضي الله عنه قال في مسنده: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان، الإيمان الحق، الإيمان الذي لا تشكه شائبة أبدا، يعني أوضح من هيك ما فيه، حتى يحب للناس. يعني إذا شفت رجل أي ناس، ما بس مسلم، أنت لما أعطاك الله هذا النور الإسلامي في قلبك فأنت طبيب حيثما كنت، فإذا رأيت غير المسلم أشفقت عليه وحزنت أنه أنت تتمنى أن يتحصل جميع الناس على هذا الإيمان، على هذه النعمة. شيء ممكن مرة فكر أنه الحمد لله أنا مسلم، أنا أتمنى جميع الناس حتى يتحصلون على هذا الخير الذي أوضعه الله سبحانه وتعالى في قلبه. من منا يعني يفكر في ذلك حتى يحب بكل حب بكل صدق حتى يحب للناس جميعا ما يحب لنفسه من الخير؟ فكل شيء انت بتعمله بقبله تمنى للناس، واقوى من ذلك ان تتمنى للناس فوق ما تتمنى لنفسك. احد الكاتبين السلف شو قال؟ وهو من هو زهره العباد، قال لابنه يعني أتمنى أن الله لم يلد مثل أباك مثل أبيك، ما يجيب من الأرض لأنه هو أسوأ الناس، يعني أتمنى أعمله أتمنى أن الله ما يجيب مثله لأنه أنا مني منيح. أتمنى للناس أن يكونوا أحسن، فهذا بلغ من المنزلة. استفاد أمرين، استفادوا يعني شغلتين. الشغلة الأولى أنه تمنى للناس أنه الناس تبقى أحسن منه، أتمنى أن يكونوا أحسن، ونظر إلى عينه نظرة نقص فاشتهى، بلش يشتهى أنه أنا مني لازم يكون أحسن، كل الناس مثل كيف. فلا تنظر إلى نفسك بعين الرضا فإنها الهلكة. والله أنا ما في مني، أنا ما في أحسن مني يا أخي، بتكون هناك حولك وانت اللي خسرت، ما حدا خسر. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى ان نطبق هذه القاعدة، هذه القاعدة لا يقوم مجتمع
ولن تقوم له قائمة، ولن يكون هناك نصر أصلا، ولن يكون هناك عز ولا تمكين ولا إمكان مهما حلو في شيء إذا ما مضى بهذه القائمة. لأنه وصلنا مصير عصابة الجوري بس يعجوه يلا. إذا ما مضى بهذه القاعدة يعني إذا مرضى المسلم رحت عنده لأنه في شيء جواتك أمرك أنا كده هذا أخوك رح تزوره. وإذا مات عم تتبع جنازته ليش؟ لأنه مات لأنه أخوك. وإذا متضايق عم تفرجه. ومع ذلك من فرج الله عن مسلم كربة فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة. يعني أنت بنفس الوقت إلى أجر. يعني المجتمع صالح والبيئة صالحة وقلل المعاصي. يعني اليوم أنت مثلا والله أبي جوري مرق بهالسيارة عمل شغل. من حرصي على أبوه ومن حرصي على هالولد بروح عند أبوه دور السيارة الله ما كمل هيك شوف والله هيك ما بيصير هيك لازم هون بتلاقي ما حدا له على أبحده كل مين ماشي لحاله وبدك مجتمع صالح ما بيمشي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله كل وأصحابه كلنا أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف قلوبنا من الأمراض من الحسد والرياء والنفاق والكبر والغش. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعمل إنك أنت العزيز الأكرم. وصل اللهم على سيدنا محمد.